سندنا وتقوم بالتغطية لهاد يعني الوقفة السلمية ديال مجموعة الأمل للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات. يعني احنا قمنا بتأسيس هذه المجموعة يعني بعد مجموعة من الإقصاءات. يعني كنا كندفعوا الملفات ديالنا بشتى الطرق ويعني الجهات مراكش أسفي على رأسها السيد الولي والسيد العمدة والسيد رئيس الجهة. يعني هاد الناس هادو دفعنا لهم مجموعة من المطالب ودفعنا لهم المطلب الرئيسي اللي هو الإدماج في الوظيفة العمومية أو تسوية الوضعية المكفوفين المعطلين المتواجدين في جهة مراكش أسفي. يعني قمنا بواحد المجموعة من المراسلات تقريبا شهر هذا. هاد الناس ما ردوش علينا وحنا يعني قمنا بهذه الوقفة الثالثة. يعني مساحة جامع الفناء يعني عندنا مجموعة من المطالب. يعني مجموعة المطالب هذه يعني خصاد الناس هادو السيد الوالي ولا السيد رئيس الجهة أو السيد العمدة يجلسوا معنا ويتحاوروا معنا يعني باش نتناقش معهم يعني في إدماج المباشر في إسلاك الوظيفة العمومية أو إيجاد أي حل من الحلول لإنقاذ هاد الفئة هادي المكفوفين المعطلين أصحاب الشواهد. هادو هما المتطلبات كما كتشوفوا الإخوان. يعني باش تحطينا يعني الملف ديالنا الملف المطلوبي ديال مجموعة الأمان للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات. يعني رسمنا ثلاثة الجهات ألا وهي الولاية وجهة يعني الولاية والبلدية وكذلك جهة مراكش أسفي الرئاسة الشعبية. وتفتخر بنا يجب عليك أن تجد لنا حل فوري أو إذا لم تريدنا هنا في هذه البلد فقوموا بحرقنا أو قوموا بتغريقنا في أي سفينة.